الله أكبر الله أكبر. من المشاهد الأولى نستطيع أن نعبر عن هذه الحالة بأنها ستكون من أصعب الحالات التي مرت على حصة ليدفريد منذ 8 سنوات. ما هي الكلمة اللي قلتها لي داك النهار اللي كنت عندك هنايا؟ واش قلتي لي؟ أنا ما عرفتش. خاصنا غير يكون شوية حليب خويا ويخرجونا من هاد دوك العنف. أنا نتمنى نخرجوا منه. تخرجوا منا يا انا بغيت نخرجوا منا وما نقعدوش. حبيت دار جديده ويديرونا دار ليا ودار لكاع اخواتي. لخاطرش حشمنا من با نو مامو حنايا ما نقعدوش هنا مع با وماما. مده قصيره على تواجدنا عند عائله سعيدوني لم نستطع تحمل صعوبه التنفس حيث واجهتنا ايضا صعوبه التصوير بسبب ضيق المكان. عشر سنين شكون يحملها؟ جمل 10 سنين يبرك يروندي ايروندي ها الا يمكي ترتا ورا مدروك اكثر مني انا نحس به. زادوا قبل وقته ما تاني عادوا 6 شهور و 20 يوم. 6 شهور الله اكبر. وزادوا مرض وسقدوا. الله اكبر. واش كان بهم؟ مصاريهم زادوا لتحت هي ورضهم ماما. هذا داير عمليه وهذه دايره زوج ومامو هذه باقت لها وحده خاص كانوا مركاوهم ثلاثه داكور. وعاود جبت عبد الرحمن عاود جبته هنايا تمنيت عبد الرحمن ما يزيدش لهنا. درتو هذه ايامات كي راه يدير لها داك الحساسيه. ما عرفوش من ربي ماذا الحمد لله ما كاينش كي ربي الحمد لله. راني نقول الحمد لله وصافي اللي بغاها ربي يديرها. ما انا تمنيت ما تمنيش نعيش قاد العيشة كدب عليك. إنها مغارة فما بالك ببراءة تعيش هنا أكبرهم لم يتجاوز 10 سنوات. سين هادي حبيت نسقسيك برك يعني سؤال. مالي فاش راك تشوف في المستقبل؟ دنك 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 لواحد الدرجة دنكة ما عرفتهاش ما هي غامضة غامضة لواحد الدرجة غامضة كلي هاكا تمشى في الظلمة في حياتك تمشى غير في الظلمة ما كاش نور. علاش مانيش عارف علاش كنقول هكا بصريح العباره امن ولا دبر راسك دروك دبر راسكم ها هاني قدام العالم ديفو هكا حالات تقبضني كي نبقى نشوف فيهم يتمرمدو نقولو نموتو كاع وريه. أقسم بالله غير الشعب ما يخليك محسنين بزاف على باليش كيفاش راح ندير. أقسم بالله ما نخليك ما نقدرش نتعدى على طرب كيما هذا. محال أنه نتعدى على طرب على أرض فلاحية. ما يعطينيش قلبي أنه نحي شجرة الزيتون تاع 40-50-60 سنة مهما كان نحيها من نتردي عليها. بصح كباب ما تعيش لكش واللي عافاك نحس روحي انه قتلت نفس. ان شاء الله والله نحس روحي قتلت نفس. هذا هو اللي يحب يدير الخير يديروا على خطره يديروا ما شاء الله يديروا هكذا قد روح عيط العائله قول لهم روحوا تخيروا. شوف خير مرحبا بك. شوف هذه القناعه اخويا العز ربي يبارك فيك. آمين. ربي يبارك فيكم ويبارك لكم في مالكم ويبارك لكم في اهلكم في صحتكم. اللهم امين. خوتي كيما فتحتوا لنا هذا البيبان ربي يبعث لكم واحد يفتح لكم ابواب من حيث لا تحتسب. هذا فضل من عند ربي. ربي يسترك خويا العزيز. هذا نرجع عاجلنا ان شاء الله ان شاء الله. والسؤال اللي نطرحه لكم يا جماعه اسكو نقدر نتكل عليكم لي جون هادي يا كامل يد في اليد يا كامل احب لغيرك ما تحب لنفسك. شغل راح تديها للدار لدارك انت دونك دا غادي نعطيك واش داير في دارك ولا واش داير في دارك نعطيك واش عندك داير ديفانجوش في دارك في دار بيان ربي يعاونك خويا العزيز. برساله تحمل فوق اسطورها حب مساعده المحتاجين تقدمت الينا شركه ديفانجوس غزوات قصد توفير مواد الخزف الصحي لمنزل عائله سعيدوني. لنستمر بمثل هذه المبادره باكتشاف مدى تلاحم اهل هذه المدينه فيما بينهم.
راكو فهمتونا انا جيت على جال الايواء والخير ولا خيرين اوقفوا معنا ربي يعيشكم. احنا ماذا بينا غادي نعكسها لك، احنا رحنا نطلبوكم باش حنا نوقفوا معكم. كلام زين ما كاش كاع حل كيف نديروا نعرضوا التاريخ نعرضوا درنا لهم بيطون تما درنا كيفاش دخلوا لي مالاكسو الاولانيه بالسيف كيما صعب بالسيف قريب تقلب واحد دي الله اكبر الله اكبر وانا عاود قريب موان سانك عاود نخدمنا الطريق على ربي يدخلوا ان شاء الله. صغار ماشي صغار صغار الكبار امبوسيبل. يا اله يا مجيب الدعوات يا اله وزيد شتا شتا استرعى بيكليسي هذه سموها مهمة مستحيلة ما غير سموها مهمة مستحيلة. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكون الأخضر؟ أنا عباه. يا سي الأخضر يا سي الأخضر يا سي الأخضر معك نعيم السلطاني مقدم حصة يد في اليد. مرحبا بك خويا. بالك سمعت بينا بلي رانا هنا في تلمسان. اه مثل عند حصه تيتريز ماري نتفرجها خويا. يا خويا رانا هنا عندكم في تلمسان ورانا حاصلين 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 حاصلين. احمد تاع بياشتي قال لك مخطا الاخضر واحد ما يقدر يفتح يحل لك هذا المشكل هذا. ماشي ماشي خويا نقدروا علينا نديروه. الله يسترك حبيبي. شوف خويا العز حنا رانا نخدموا في القلعه. مرحبا بكم عندنا في تلمسان. شكرا حبيبي ربي يسترك. رانا هنا في القلعه العليا السي الاخضر اذا راك تعرفها. وال وفي عقبه كبيره 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 الملاكسور الكبير هذاك امبوسيبل يطلع الكاتويت هذاك ولا كيفاش تسموه انتم امبوسيبل يطلع. قالوا لي الخضر عنده دي ملاكسور صغار. ماشي مشكل كاين خويا يرحم والديك يا الخضر. ماشي مشكل دوك نجيب لي شوفير تاعي ونجي عند الحبيبي ونجيب نخدموا هذا العين والراس. ربي يسترك ان شاء الله. ربي يسترك خويا العز ربي يسترك. مرحبا بك عندنا خويا العز. حاجه نقدروا نديروها ماشي مشكل. مرحبا بكم يا خويا ارواح راني نستنى فيك بفارغ الصبر. ماشي مشكل دوك نجي عند حبيبي. شكرا حبيبي ربي يسترك. شكرا صحيت مع السلامه. استضافة ومحلاها استضافة ومغامرة ومحلاها مغامرة ملحمة إن صح التعبير ملحمة إن صح التعبير هنا في تلمسان ملحمة أخرى لأنه جزنا تلمسان في 2017 ودرنا مغامرة وكانت محلاها مغامرة واتصلوا بنا ناس اتصلوا بنا عباد ورونا حالة أخرى تستغيث. ما اخترناش أنه ما نجوش ونمدوا لهم يد العون. نعم المستحيلات هذا واجب يا ناس بلا مزيت اي واحد هذا واجب. عبك هشام اذا تعرف وانا على يقين انك تعرف انه كاين فرق بين مواطن والساكن. صح الساكن عنده غير الحقوق غير اعرابك لكن المواطن الصالح والمواطن عنده حقوق وواجبات. من بين هذه الواجبات انه تضامن. من بين هذه الواجبات انه يدير الخير. بين هذه الواجبات انه ينظف المحيط ديالو. الهدف الحصه انه نرجعوا الثقه بيناتنا. الهدف الحصه انه نستروا العائلات المحتاجين والايتام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا وكف اليتيم كهاتين في الجنه. تعرف خير منه اشرف المرسلين. صح تمسح راس يتيم صدقه وما بالك تستروا. هادو كامل أهداف الحصة. أهداف الحصة أن نوريو الرجولية تاع الجزائري. وأنا على يقين هشام على دراية وعلى يقين أنه مازال خير في بلادنا ومازال خير في ولادنا ومازال خير في تونس. أهلا بك. شراكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفكم دايرين؟ صحيت خويا العز. السلام عليكم. اللي داير بافته باين بلي هو المعلم. اصبر نشوفوك اصاحبي اصبر نشوفوك اصبر نشوفوك. اي جان مصغر وبوغوز الله يسلمك الله يبارك. هاو الصالح شاف شانطي. مرحبا الله يسلمك. من بعد ما كان السوسي تاعنا تاع الملاكسون الكبير هذاك اللي عنده ربع رود. اي والله. صرانا مشكل كبير هنايا لانه درنا البيطون الاولاني درناه بالملاكسون الكبير وما قدرناش يطلع سفرينا فيه. احمد قال لك اتصل بالاخضر هذا الانسان طيب هو يفريها لنا. دونك عندنا واسمو احمد
بياشتي يمدونا بيطون والخضر نتاع دبر راسك بيا باسكو ما عنديش كيفاش ندير الحل. ان شاء الله ما يقدوا عليه نديروه ان شاء الله. ما على باليش عباك مفتاح هذا الحل راهو عندك انت ان شاء الله باذن الله. عندنا من هي كاينه دخله ماهيش طالعه بزاف، عندنا بروبليم تاع الدخله باسكو ضيقه. الشوفور اذا كان كاميون صغير مالاكسيو صغير خصها يري دو فوا ولا طرو فوا باش يدخل يري بي دو فوا ولا طرو فوا اون فوا يلحقنا لهنا سي با. الاسم بوديه اسلام، اللقب بوديه، المهنه نتاعي لا بلومبري. جيتنا هذه الحصه تاع اليد في اليد، جينا نساهموهم وربي يقدرنا ان شاء الله. السلام عليكم كمال، اهلا بك. الله يبارك مكروت كاين ليسابلي راه كاين كاك تراديسيونيل كاين كيفو راه كاين جاتو راه كاين انواع راك تشوف راك تشوف ما باش. الاخ كمال خدعنا خدعه كبيره، قالنا هو بلومبي ويعاوننا في الترصيص. من بعد يظهر أنه عنده حلويات عصرية وتقليدية متاعت المسان، تذوقناها بشغف وتذوقها كامل الفريق. كمال هذا الرجل الطيب اللي يقف معنا أحسن وقوف، يجري معنا ويجري وحده في كامل تراب الولاية منذ الأيام الأولى من الملحمة. جود وقتاش نضالي وبهاد الانرجي هذه؟ بإذن الله غدوة إن شاء الله نضالي عضو في الليل الليل ولا في النهار مور 12 يا صالح مور 12 نضاليو وقتاش نديكوفريو غدوه. نشوفو هنا على حسابنا نورمالمون 48 نفهمك علاش ولو كان خطيو الجمعه هاو الغاشي ما يجيش دوكا صافوار لي العامله لهنا رانا في ثلاثه لي كوفرور رانا عقابها مازالنا الحديد لكن من الكوفراج قادر العشيه نحطوه فيه ان شاء الله لي بوترات بري ما لقيناهمش واجدين سكيفي راح يزيدوا يحكمونا الوقت اللي هنا نزيدو نطاشيوهم هنا سير بلاص بليفيكتيف هادي نطلبوا من ربي غدوه العشيه نضاليو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نورمالمون غدوه عشيه تكون مدير البيضه نورمالمون نديروها عشيه كمال صاحبنا تاع البيضه الفن راه واجد راه واجد الوقت اللي تحتاجو نعيطو له حنا غادي نديرو المستشفى لوردي راه جاي على الثلاثه يكون حطوط ان شاء الله يكون مكمل غدوه حنا خاصنا غدوه نضالي غدوه حنا غدوه خاصنا نضالي لو كان في الليل. الايام تمر ولا زال الجهد يبذل في الورشه والفريق يسعى لتشجيع المتطوعين اكثر لتسريع وتيره العمل لاسعاد عائله سعيدوني في مده وجيزه. من بعد يوم شاق ومتعب ومؤلم للفريق عرضنا الهروب قليلا من الشنطي وتوجهنا إلى مطعم الأخ محمود حميطوش للاستراحة. استضافنا الأخ محمود وأولاده الصغار بصدر رحم وتذوقنا كل ما يطبخ عنده من أكل خفيف. حفظك الله يا محمود على هذا الكرم وصدق مقبول على روح عمتي شريفة رحمها الله. السلام عليكم. أهلا بك أهلا بك أهلا بك مرحبا مرحبا سي عمر. السلام عليكم صباح الخير. وهذا شكون هذا؟ مراد. هذا السي مراد مرحبا السي مراد أهلا بك مرحبا. خطيك بالدو أنا بالك تكيف عن بالي. لا لا صباح الخير لاباس. جماعة 35 جماعة ليزيسار. الله يسلمك صباح الخير. بارك الله فيك. الله يعطيك ما تتمنى. الله يعطيك ما تتمنى. الله يسلمك. ربي يعيشكم إن شاء الله. بلا مزية يا خويا. ماشي أنت اللي تسوق. هو اللي تسوق. مراد يسلمك. بعت منشور في الفيسبوك كنت محتاج بوتيات تاع لا ديفون قال لي راني في تيزي وزو نروح ليزيس نرفد كاميو ونقلبح وكيما كان الحال ان شاء الله وبدو في الطريق واقع جينا بالعقل شويه نعرفنا نحتاج الى ماده نخلطوها مع البيطون باش يبس بسرعه لكن هذه المادة اللي نسموها أدجوفون أكسيليغاتور دو بريز دو بيتون نلقاوها إلا في شركة جرانيتكس المتواجدة بواد السمار بالعاصمة وحصلنا شكون يجيبها لنا من عاصمة إلى تلمسان.
أنشرنا منشور على صفحتنا وصديق الحصة ربيع من مدينة يسر بممرداس يعطينا درس جميل وجميل وجميل في التضامن والقناعة. فرغم المسافة إلا أنه أصر وألح على مساعدتنا والذهاب من بومرداس إلى العاصمة ثم إلى تلمسان باش ما نحصلوش وباش ما نقعدوش حاصلين. بالرغم من صعوبة المأمورية والجهد الذي يتطلبه تحدي كهذا مع رجال وأبناء تلمسان الذين عاهدوا الله على تقديم يد المساعدة لعائلة عبد الهادي والالتفاف حول الفريق، فكل متطوع تعلوه روح التضامن ويؤدي مهامه على أكمل وجه والكل يعمل يد بيد للخروج من أعمال السقف الأول للمنزل. بعد وصول الخرسانة إلى الورشة والقيام بدخل إسمنت عبر هذا المنحدر الذي صعب المهمة أكثر وأكثر وأكثر، ها هم المتطوعون يتحدون الوضع ويواصلون بكل عزيمة عملهم، فكل هذا الجهد يحسب لكم عند الله أجر عظيم. الله يبارك الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. هشام مرحبا. عيد صاحبي. مرحبا بك خويا. الله غير عيد من لهنا صاحبي العزيز. السلام عليكم يا جماعه بالكل. واش راكم خويا؟ لاباس صافا خوتي بخير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك الله يبارك. تسمع هكذا تقدر تلمسان قاعد تخدمها انت كلش تلمسان وكل بغيت تلمسان الله يرجيري كاع بنتروها بالبارتيكولي بالسوسيتي بالدوله بلا ديال بال كلش كلش. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. هشام بعث لنا ميساج وقلت لنا بلي توقف معنا كل ما يخص الديكور. وي خويا راني هنايا صديقي. دار صغيره مينيونه شابه خفيفه وهايله، عندها 100 متر الحيوط 100 متر، دونك عندك لوندوي فيكساتور الفينيل ساتيني ان شاء الله وسبيغ ان شاء الله. رانا هنايا ماشي هادو كاع عندك كاين كلشي. هذا بصح ما نعرفوش هذا صاحبي واش هادي جالاكسي. هادي جالاكسي كليفنس، هادي لا مارك تاعنا. كليفنس هي لا مارك تاعنا. لا مارك تاعنا حنا نخدموها هنا. تما انتوما اللي تخدموا. هادي لا مارك تاعنا هادي ما شاء الله. جالاكسي شابه هادي فيها واحد 25 كولور ولا حتى 30 كولور. وكيفاش تخرج في الحيط هذه؟ هذه عندنا كيما هذه السات هذه هذا هو الجالاكسي كاع هذه وهذو لي كولر. العصابية لمواد الدهن والديكور يتكفل هو الآخر بكل لوازم منزل عائلة سعيدوني ويساعد الفريق على اختيار ما يناسب المنزل لإعطائه حلة تبهر العائلة. صبرت ونجيك منا باسكو انت طويل. الله يبارك الله يبارك فيك. تسحق السلم كاع؟ لا بلا سلوم بلا سلوم بلا سلوم. الله كتر في دعاك بيدك بلا سلوم. استعر بيكم كش ما يسحق كش ما يسحق في الأرض. أنا هنا وياك صاحبي شحال تعطيني من نهار؟ أنا عندك ترواجور إن شاء الله ولا دوجور ماكسيموم. شحال انتوما؟ احنا سبعة. سبعة الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واللي يجي عندنا أنا يعاونوكم. معليش البلاطيس الاخرين مشكل مرحبا بهم خويا. انتم سبعه وحنا اللي يجيو لعندنا ثاني نجيبوهم. مرحبا بهم بينا. تما يومين تعطيني يومين هنا ان شاء الله. تفرى تفرى ان شاء الله نحالي كاع بيها بالبونداج وبكلش كلش كلش. انت مانوفري ولا صناعي؟ مانوفري دامي دامي مانوفري. مازال ما تعلمتش شويه بشويه. مازال ما تعلمتش اي بشويه. شحال تستنى باش تعلم؟ قافز تلميذ مجتهد. عاده جديد عاده جديد عاده جديد يتعلم ان شاء الله. هاك حاطه تحت جناحك زعما ان شاء الله بيك. السلام عليكم. السلام. شكون سفيان فيكم؟ اهلا بك اهلا بك. انت وصف سفيان لاباس خويا؟ الحمد لله. هاك ملي عاصمة عندكم اوزيل ولا عندكم حمام؟ باسكو شوف نلقى شوف الله يعطيك الخير. الحمام يعطيك الخير. لا لا الله يعطيك الخير. شوف القى ولا سيقتوها قبل ما نجي فين كان على بالنا وين راك جاي؟ شابو انتوما الزوج؟ لا زوج خويت. الله يبارك الله يبارك. خوك هذا؟ هذا خويا. شكون الصغير شكون الكبير؟ وهذا الصغير وهو الكبير. وهذا المازوزي تاعنا شريكنا. شكون الصغير وشكون الكبير ولا صح؟ انا. انت الصغير؟ هو الصغير وانا الكبير. شكون اللي علم الاخر الحرفه؟ للزوج مع بعض.
ربي يعيشكم. بعثتونا ميساج وقلتونا بلي زفتونا ميساج هذا قول زفتونا ميساج زفتونا ميساج وقلتونا بلي عندكم اتولي. الله يبارك. انا ما قلت على باليش بلي هذا عندكم اتولي تاع بي في سي وتقدروا تتكفلوا بهاد العائله تو سكي فونتر ريدو اي بورت. مازالك في كلامك سي سفيان؟ تنحيها لي مراسي ماشي مشكل. ديرنا حاجه شابه ماشي بروبليم. احب لغيرك ما تحب لنفسك. لينوي ماكس لمواد بي في سي تدخل هي الاخرى في الخدمه ومساعده الفريق عن طريق كل ما يلزم منزل عبد الهادي من ابواب ونوافذ وغيرها. عمال بي في سي يصلون الى الورشه لمباشره اعمال تركيب النوافذ وبعض الابواب، والصالح شاف شونتي كعادته كان في الاستقبال والتوجيه. كاين واحد عبدو هذا عنابي عايش في باري، شاف لا شاف لا فيديو تاعنا تاع تلمسان، والله غير عاوننا ووقف معنا احسن وقوف. هو واش قال لي برك؟ قال لي منكم دعيو لنا ليماه اللي راهي في عنابه، ربي يخلف عليه بالخير، ويماه نقول لها باللي عندك وليدك ما شاء الله. ها العنابي هبلتونا يا العنابه هبلتونا. الله 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 الله. حتى راني معكم بالسروال لابس كيف كيف. انت واسمك؟ هلال. هلال وانت؟ سيدي محمد. سيدي محمد وانت؟ سيدي احمد. سيدي احمد وانت؟ عبد الناصر. مهدي. مهدي. زهير. زهير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا عزيزي. يبارك. جماعة لي زيري فريشان. نعم. ما شاء الله عليكم. ربي يبارك فيكم خاوتي. بصح شكون معلم هنا؟ هذه فريق. فريق قاع. هذه ايكيب. ايكيب. ايكيب ما كاش معلم هنا. رابحين ولا خاسرين اليوم؟ رابحين توجور. ملي بدينا نلعبوا حنا رابحين. ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك يا عزيزي. خاوتي هاد الدار ما تقولوش بلي تاع عبد الهادي. قولوا الدار تاعكم انتوما. تاعكم. ان شاء الله. إذن الإتقان والإتقان والإتقان إن شاء الله. ربي خيركم أنتم باش تعاونوا هذا الدار في الخير. إذن الإتقان لو غرون جاب لي ربي الماتيريال تاعها مليح. إذن عندنا ماتيريال مليح يديكم ملاح تحفونا بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. هكذا إن شاء الله. سيدي محمد. شكون سيدي محمد؟ أنا راويت محمد. شفيت غير سيدي محمد. هكذا خوتي هاد الدار تاعكم خوتي اتهلاو فيها اتهلاو فيها اتهلاو فيها. وفي سياق الحديث عن الاستضافات عند ناس تلمسان، هذه القاعة المتعددة الرياضات التي يشرف عليها مراد وبومدين ترحب بالفريق كل يوم للتخفيف من ضغط العمل عليهم، فهم حق الناس جود وكرم. الله يبارك الله يبارك. هذا هو هذه لاتولي مدام مس الخير. هذه مدام قلت لك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هنا دونك تو سكي فوركس فوركس اي ام دي اف اكزاكتلي. معناتها كاع الديكور كاع تديروا هنا. فوالا فوالا ام دي اف لامبريسيون. ديروا ميم لامبريسيون داكور. معناتها لي لوسترا دوك اون ام دي اف بلوتو لي لوسترا انا شفتهم اون فوركس. Est-ce que décorer notre baraque? Oui. Qu'est-ce que tu peux décorer? Alors, on va vous proposer des veilleuses pour les filles. Ah, Allah, les filles et les garçons. On a les veilleuses. Voilà. Ou on a comme un kursi pour le salon. هذه اللي شفتها لي هنا. Voilà. قبرتي. ما نقدرش نرفدها. نقدر نرفدها. بسم الله. الله يبارك. هذه كيما راهي هكذا. على غرار فنانين الدهن هناك أيضا فنانين ديكور، حيث هذه السيدة استقبلت نعيم أحسن استقبال لتختار معه كل ما يلزم المنزل من تحف فنية لتجعل منه أكثر جمال.
وفي الورشة ليزريكتريسين يقومون بأعمال رائعة ومتقنة، والآن يقتربون من إنهائها في وقت خيالي. Merci beaucoup. Alors, madame, vous avez contacté l'émission Yit Yit pour un don. Je suis venu à la famille. الله يعطيك الصحه صحيت حنا وياكم ان شاء الله حبينا نبارتيسيبيو باش معاكم باش نفرحوهم ان شاء الله فوزوا شوفوا ثم يجي في خاطرهم ثم يحبوا مرحبا بكم ميرسي بوكو صحيت صحيت انا شوف الصباغين والله والله انا ما نقدرش نسميك صباغ، نسميك فنان، لانه اللمسه ديالك الاخيره هي الصح. صديقي عندنا شنو طيف تيار على بالك؟ بديت روطار في الماكينه. عاو كيفاش بديت روطار؟ ما تيقدرك نسمع اليوم هنا ونجي ودوك انا تسمحوا فيها جماعه تسمحوا فين ديوال ديالك؟ ما تقدرش نسمع انا ديوال ديالك باسكو انا في بلادي هذه نجي في الماكينه انا قراي شويه سبيغا نجيك لا نديوك اليوم نديوك اليوم نروح معك ولا نروح معك نديوها جماعه نديوها اه قال لك شو قال لك قال تمشي معك قال نمشي ما تلقاش ما تلقاش دوماج ما تلقاش نزوج انت كان ان شاء الله قريب قريب ما نقدروش نجيب لك وحده تلمسانيه لا البخصه 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 يبات في الكروار الورقه تاع لي بريت ما بيت تتقطع هكذا البليغه تاع النيلو بسيطني اليوم دوك حطوا في الروجي دوك حطوا في الروجي خاطب ولا مش خاطب 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 ثاني صاحبي اختك مثل مسانين روحوا لتيارت خويا رمي حوسوا عليك ما رغالت معك رمي حوسوا عليك أمام خليت خاوتي في الماكينة لقيت خاوتي هنا يا شتي باش سامح الله ربي خليهم لي ومام أنا يا من اشتياتي ولا تمساني ولا قاعد جزائري ونقع خلينا خليني قول خليت خاوتك في التيارت لقيت خاوتك في التلمسان خلي المرة في التيارت ولا تلقى واحد لا 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 السلام عليكم خاوتي واش راك راجل الزين لاباس خويا الحمد لله السلام عليكم شكون غوتي شكون خوه غوتي بيطا عشا شكون الكبير انت ولا هو الكبير. هو الكبير هو الكبير هو الكبير جري على عمرك يا صاحبي جري على عمرك تبان كبير عليه يا صاحبي شبيه تبان كبير ورشتو كوكو تميتو ما يطيبش الله يبارك 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 ما شاء الله صاحبي عندك طابيات عندك ريدوات عندك ليكوات عندك زرابه عندك 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 وهادو تنحيهم لي كاع من راسي اكد لي غير بزاف الصغار دراري صغار خويا كاين زوج دراري وكاين زوج بنات وكاين طفل صغير في عمره 9 شهور ما كانش مشكل والدار والفراش والريدوات مهني كاع هادو قاعد تديهم انت راك مريقه وانت تبصم وحش الافريش انا وحش الافريش وحش الافريش واسمك وحش الافريش نعيم يكثف من خارجته بعد الكم الهائل من الرسائل التي تصله من أهل الجود والكرم الذين يستقبلونه دائما بصدر رحب وبابتسامة كلها حب لمساعدة المحتاجين ليساعدونه أيضا على اختيار كل ما يناسب أذواق العائلة دي بلومبي توسمك إسلام إسلام شحال في عمرك إسلام 20 20 أنا والله ما نعطيك 14 سنة بصح نقول لك روح شري لنا قاطو جبنا حاجة وأنت صاحبي زكريا زكريا وأنت زهير زهير
فرقة واحدة ولا تلاقيتو هنا؟ الله يبارك وليتو حباب. والله صح اكثر من الخوت. والله صح وليتو صح صح صحابنا. لا تمسك ما شاء الله ما شاء الله. ما عرفت الرجال اخويا. يا ربي بقي شفت البعد التضامني تاع هذه الحصه. تتلاقى برجال تعرف رجال هاو جاب لك خدمه هاو جاب لك ثاني تلقى واحد مانوفري مليح شباب هاي اللي يقافز تديه معاك في ليكيب تاعك. تعرف ناس ولا تعرف ناس مغامره لازم الخير هذا هو الله يقدرنا عليه. امين ان شاء الله. امين. دونك رانا في الفينيشن. جبتوا لا نوريس دي دو طابلو درتو معنا السخون والماء. وي شو دير راح ديروه شو دير بلاصتنا هنايا ومسح على النوم كيما نديروا البروغرام هذا هو تاع صالح قال لك ودي تبلع لازم تتبلع مليحه البلاصه هذه شابه هالبلومبي الخير انستالاسيون توما انستالاسيون تكون هايله هايله هايله. ركز لي عليها انت 14 سنه ولا شي 14 شباب على كوراج Salam alaikum, c'est Andalusia Events. En fait, on a programmé de la petite sortie pour la famille Saïdouni. Inch'Allah, nous sommes heureux de cette famille. الصباغين أو كما يسميهم نعيم فنانون الدهن يبدأون في رسم لوحاتهم المبهرة، فكل واحد منهم يعطي لمسته الخاصة، فغايتهم إعطاء المنزل حلة جديدة تبهر العائلة. السلام عليكم. السلام خويا. مرحبا بكم. شكون انت، مهدي ولا رؤوف؟ مهدي معناتها انت من مغني؟ من مغني. ورؤوف من مالبرج. مالبرج الله يبارك. وهذيك الشابيه شو كيفاش دايره يا خويا ستيل ستيل تاع والله انت مغاربه تاع المغاربه. واش راك العزيز؟ لاباس. هذا هو المحل تاعكم ما شاء الله. هذا ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك خويا العزيز. شوف سيدي الكريم، كيما بعث لكم ميساج قلت لكم بلي رانا هنا في تلمسان وتلمسان فيلا وانتم في مغنيه. شحال بعيده مغنيه على تلمسان؟ 36 كيلو. يعني الخير ما فيش حدود. كنت قادر يعني نلقى المبل في تلمسان فيل، لكن اللي يحب ربي يسخر ويدير الخير. ماشي. خيركم انتم انكم تساعدوا هذه العائله تاع تلمسان. الحمد لله. صديقي، اسكو عبد الرؤوف يوقف معنا في كامل الاثاث تاع الدار؟ يوقف معك ان شاء الله. ما شاء الله. قال لك نوقف معاه؟ يوقف معك. قال لك خلاص نحيها من راسي. نستقبلهم. ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبارك خويا العز. ربي يبقي عليك ستر. الله ربي يبقي عليكم ستر. نبعث لكم الارشيتكت هو اللي يعرف. تبارك الله عليك. ربي يسترك خويا العز. ربي ينورك وربي ينورك. هذه الخرجة عرفت تنقلا إلى مدينة مغنية التي تبعد عن مدينة تلمسان بحوالي 60 كيلومتر، حيث استقبل نعيم بشكل رائع من طرف أهل الخير هناك ليتمكن من توفير الأثاث المناسب لمنزل عائلة سعيدوني. وفي الورشة المتطوعون يعملون بجهد أكبر تحت قيادة صالح الشفشوطي، فيوم الحسم يقترب أكثر فأكثر، والجو الذي عاشه الفريق معهم كان أكثر من رائع. يا جماعة الخير، خوتي، لحقنا لي فينيسيون. هاد السيد هذا كيف نديرو له؟ يروح صاير يروح صاير على داركم. روح ما تجيش تجي حتى نكملوا. شوف اصاحبي، شوف عبد الهادي، نزيد نلقاك لهنا نقطعك. نقطعك صاحبي. صاحبي تزيد دور هنا شوف نسلخك صاحبي. جواد ورا جواد اروح هنا صاحبي. هذا قارد كور ديالي صاحبي. نلقاه لهنا نقطعو. والله غير طرحت لك وتزيد دور هنا. عطي له باكيت دخان خليه يروح. شكون يعرف يفيزي شكون؟ انا دبي. مشي 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 مشي. مشي.
حصة اليد في اليد تعطي بعدا إنسانيا جميلا في مدينة تلمسان، فكل محلاتها تقترب من الفريق لتقديم المساعدة. كواميزون هو الآخر أبى أن يساعد عائلة سعيدوني بتقديمه بعض مستلزمات المنزل وكذا لوازم الديكور، فإنكم حقا أهل الخير يا ناس تلمسان. أهلا بك، لاباس؟ بخير الحمد لله. السلام عليكم. شو ساره وين راحي؟ ساره هديه. ساره مدام، واش راكم؟ بونجور. لاباس؟ صافا لي بيان. لاباس؟ مرحبا بي عندكم. الله يسلمك، مرحبا بكم. هذا هو ماكسي بازار. وي هذا هو. انا بالي قلتي لي بازار، بالي بازار صغير. لا لا والله يبارك. مرحبا بكم. واش الله يسلمك اختي، واش راكم ديروا كامل هنا؟ واش كنت عندنا لافيسيل، عندنا توسكي تاعجي الدار. معناتها هاد الدار اللي رانا فيها تقدري تنحي لي كامل مراسي؟ وي كلشي، مواعين، كلشي ليكزيستونسيل، كلشي. ما نشوف ما عندكم مع فيصل تاع الكوزين هايتو توسكي الفول. تبدا دوك نتوما ماكسي بازار تيكيبيونا كاع الدار ان شاء الله. تعطينا كاع واش نحتاجو ان شاء الله. ما تقوليليش ان شاء الله. مرحبا بكم. الله يبارك، الله يبارك. إيه والله ما كنت على بالي هكذا. نقدر نضربو دور؟ هاي. وفي خرجة أخرى يستقبل نعيم من طرف مديرة المركز التجاري ماكسي بازار المتواجد في قلب مدينة تلمسان، لتوفر له كل ما يحتاجه منزل عائلة سعيدوني من مستلزمات المطبخ وغيرها. فمدينة الزيانين تركت للفريق ذكرى جميلة للتضامن. رجال تلمسان الأحرار يواصلون العمل في الورشة مع وصول الأثاث في هذه الأثناء، ليباشرون في إنزاله وبداية تركيبه في جو أخوي جميل. السلام والرحمة والبركة. واش راكم؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بكم سي جلال. نيشان، مرحبا بك. انت اللي بعثنا ميساج في الفيسبوك. نيشان، مرحبا. نخدموا لي دريسينغ، لي كويزين، لي اميناجمون بور ماغازان اي فارماسي، لي موبل دو سال دو بان، تو سكي اميناجمون انتيريور اون بو. فوالا، مرحبا بكم. الله يبارك. دونك سي سور ميزور ياك؟ اكزاكتومون. فوالا، معناتها هاد العائلة هادي اللي رانا نخدمو لهم تبارك الله عليك، نسترو فيهم بفضل الله، ثم بفضل الناس كيما نتوما، ناس تلمسان، ناس ناس في القمة. فضل الله، هذا فضل الله. وهاد هاد ان شاء الله هاد الميسيون تكون عبرة لكافة الناس. هذا فضل الله، احنا رابحين. سيرت هما يكونوا في دارهم ويكونوا مستورين كما قلت سي نعيم، ولكن هذا سي ان كادو، هذه هديه من عند الله اللي نتوما جيتوا عندنا، عطيتونا الفرصه باش نديروا الخير. شوف القناعه ديالي انا، شحال كاين من كويزينيست في تلمسان؟ يكون كاين حوالك واحد اون كارونتان ولا اون ترونتان. 40 واحد يخدم كيما انت، علاش ربي خيرك انت؟ هذه ربي يحبك. الحمد لله. ربي يحبك. الحمد لله. واللي يحبه ربي يسخر ويديه. الحمد لله. بارك الله. سي جلال هذوما الكويزين. ايه تفضلوا، بعدا شوفوا معنا. تفضلوا. بارك الله. رسالته جميلة وابتسامته أجمل منها، استقباله كان أكثر من رائع. ليحظى نعيم بالضوء الأخضر ليختار المطبخ المناسب لزوجة عبد الهادي، فالأخ جلال يتمتع بقناعة ليس لها مثيل. لكل بداية نهاية، ولكل مغامرة من مغامرات حصة اليد في اليد نهاية أيضا، لكنها تترك في كل منطقة بعدا إنسانيا جميلا، وتترجم للمشاهد مدى تلاحم وتضامن الجزائريين فيما بينهم. ومغامرة تلمسان هي المثال الأنسب لهذا التعبير، فبعد قرابة 20 يوم من تضامن أهل مدينة تلمسان على بناء منزل لعائلة عانت الكثير والكثير، ها نحن الآن يفصلنا يوم واحد على تسليم المنزل، ليجتمع كل المتطوعين من كل الفئات، رجال أطفال ونساء، على أعمال لفينيشون في أجواء أقل ما يقال عنها رائعة. فالحماس والحيوية هو عنوان هذا اليوم الرائع، وبهذه الرتوشات يكتسب المنزل حلة جميلة تسر الناظرين وتسر أكثر عائلة سعيدوني.
فشكرا لكل من ساهم في هذه الملحمة من قريب أو من بعيد، وشكرا لكل الناس اللي مسانع المجهودات المبذولة. نسأل الله أن يعود عليكم بالخير والبركة. السلام عليكم. سلام الله. رضوان. مرحبا بك. لاباس. لاباس فوكات. مش راكم نعمل. والله لاباس الحمد لله. الله يهنيكم. عرفتني جاسبر. يا سلام. عرفت باين على فكرة. ليت فيني. يعطيك الصحة. مرحبا بكم. بارك الله فيك. بعثت لنا في لاباج تاعي. وي. على زفت المسان. دونك على بالك بلا فامي كيفاش. قلت لنا نعاونوكم. وي. أنا جيزة. لبينا النداء وأنا جينا. الله لا يهدي أجر المحسنين. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. مرحبا بكم. باش تقدر تعاوننا. توما واش خاص. شوف باش نقول لك لحقنا لي طاب تاعك. انا في لافينيسيون دونك هذا واش قعدنا طري بيان سا واسمو لا فيسال ميناج هادوم عندك سيرف سيرفيس تفضل اه بون سيرف سيرفيس عطيتني في فاز سيرف سيرفيس الله يعطيك الخير حاجه اللي قدالها ربي يجازيك ان شاء الله. وفي آخر الخرجات التي قادها هذه المرة زبير إلى أحد محلات تلمسان بعد رسالة منه لنستمر بها على اكتشاف قناعة أهل هذه المدينة على حب الخير ومساعدة المحتاجين، فهذه الملحمة تعتبر الأنجح والأفضل في الغرب الجزائري. يوم الحسم قد وصل، ومدة قصيرة على وصول عائلة سعيدون ليسلم لهم المنزل الذي كان ملتقى للتضامن والتلاحم، ولم يتبقى إلا اللمسات الأخيرة على مشاهدة الفرحة المنتظرة منذ أول يوم. فشكر لكل من ساهم وسهر على إنجاح هذا التحدي وعلى تحقيق حلم عبد الهادي وزوجته. عبد الهادي. الله. الله يمهل ولا يهمل. ولا يهمل. ربي رزاق الواحد بربي يخرج من رحمة ربي رحمته واسعة رحمته واسعة وربي مخبي لكم الرزق بلا ما تعرف شدة في الله عبد الهادي شدة في الله مدام قصتيني بكلام كبير قصتيني بكلام عمري في حياتي ما سمعته حلمك الوحيد أنه تستري ولادك في بيت محترم عبد الهادي هذاك النهار كي دخلت للدار باش ما نفكرش وما نفكركش حاجة اللي قاستني بزاف أنه ما حبيش تدخل لدارك في بودغن جيت داخل قلت لي لا لا ما ندخلش كنت عيادني في المدينة تهيز المدينة هما يومين دروب ماري هكا نغم العينية بس عني نشوف مستقبل فيه النور راك تشوف النور بين عينيك؟ عني نشوف من هذا هكا مغمضة وني نشوف نور في عيني ما شاء الله نور الهدى نعم الله عليك بنتي هذاك النهار قلتي لي عييت من باش وانا نرقد مع بابا وماما هكذا قلتي لي نعم ودوك عندك بيت وحدك راح تولي عندك بيت وحدك في دار جديده انا مش عارف ما كيش عارفه ثلاثه زوج واحد حلوا عينيكم هاي داركم هاي داركم هاي داركم محمد فين نعيشو؟ يعطيكم الصحة نور هادي يضحو صح دو صح هاي الحاجه هي هاي بلاص يعطيك الصحه الحمد لله الحمد لله واش تقولي هذا اللي كنت تمنى جنه في الارض جنه في وسط جنه
مدام قلت حاجة برك واحدة، أنه عندك راجل وفحل، عندك راجل بأكمل معنى وقف على شيو، وقف بزاف على شيو، هو وخوه ما يبقى لكم ستر. أمين. بعد شدة جي الفرجة صاحبي العزيز، جي فرجة جي فرجة وجيبها الرجال يكملها مع بالرجال إن شاء الله تتهنوا فيها إن شاء الله. شكرا لك الخير إن شاء الله، كل مخبش دائما هذيك الغبينة مربوحة إن شاء الله، ربي إن شاء الله يحل لك طريق الجنة. هذي دارك وليدي داكور، نروحوا نحلوها. هاي هاي جبت لكم مفتاحكم. هلا أحمد، سلم عليها سلم عليها سلم عليها محمد، سلم عليها سلم عليها. أيوب راح بوس العروسة. أيوب الله يبارك أحمد، هاي داركم مدام ما شاء الله، هاي داركم يا سي عبد الهادي ما شاء الله، الله يبارك. الله يضيق في القلوب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي تحقق الحلم تاع ولادي. ربي يبارك ربي يبارك خير ربي يبارك يا حبيبكم يا حبيبي ربي يبارك ربي يرزقكم امين. انت ثاني ربي يرزقكم ربي يرزقكم. شوف هذيك ال ليزيتاسيون هذيك اللي جيت داخل الدار وما حبيتش تدخل ما لازمش نجي نشوفها. هاد العتبة تاع الدار كي تدخل لازم تكون مسرور فرحان خاطر البلاصة كاين هي البلاصة اللي تكون عايشها هي تغلب تفرد روحها عليك باش تبتسم وتضحك. طلع على بالك حاجة كيما هادي تضحك ماشي إلا من وجهك كاع الصوالح اللي فيك يضحكوا شعورك عينيك ابتسامة حرة كانت تماك تجي بعض الأحيان مغموضة في بيريود تاع عيد تاع مناسبة تاع تفكر هكا تضحك مقبول تضحك تضحك مرتاح. مدام ادخلي ادخلي يا مدام ادخلي 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 فرحي معانا فرحي مع نور الهدى فرحي فرحي مع راجلك ارواحي قدام راجلك يا مدام ارواحي دروك ما نبكيو هاوليك هادي يا دارك بكينا 10 سنين وانت تبكي بزاف خصنا نضحكوا دروك. Thank you.
نعم النساء ما شاء الله. وعندي فرحتين في حياتي، فرحة بها وفرحة هذه، فرحتين والله يا. والحزن بزاف في حياتي، تبسمت من داخل غاية كي لقيتها، وهذا الرزق اللي جبتها معها، وزيد هذه، هذه الكبيرة هذه. شتي كيفاش هو يعبر؟ هذه الكبيرة هذه ثرمة. شتي كيفاش هو يعبر؟ هذه ماما طلعت تسلم العالم من هنا. بالخير الله يذكره بالخير الحج ان شاء الله ربي يزاجيهم كاع ان شاء الله تعيشوا هنيئا ان شاء الله يا فضلك انت وفضل امين وصلت انا لهذا الموت ان شاء الله تعيشوا هنيئا نور الهدى بكتني هذاك النهار تقرا وتهضر شغل وحده كبيره ما نفكركش واش قلتي لي يا بنتي قلتي لي عييت وانا نرقد مع بابا ماما ارواح ارواح صحيحه يا فاطمة ارواح فاطمة يرحمي ارواح ارواح أرواحي مدام تيتاني وعبد الهادي أرواح هي أرواح هي أرواحي أرواح أنتي الصغيرة نديروك هنا شكون يحل الباب؟ حلي الباب مالا نور 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 الهدى حلي الباب نور الهدى هاي بيت عبناتي ما شاء الله ما شاء الله
الله ماشا 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 صحيت الحلبي طول عمرك بصحة ان شاء الله فرحة كبيرة هذه الفرحة تاع دراري تسمعي تسمع الشمس وضحاها الشمس وضحاها في زهر ذكر سوا كون سوا حاجة كبيرة فرحة كبيرة لازمش تخطي بعض كنا محرومين منها سنين فرحة شتي وانت ربدي ماشية مع نور نور تحتك انت الفوق شتي ما يدري زعما ما خطأ ما قلت لهمش واش يبغيو ها ما قلت لهمش واش يبغيو نور الهدى تبغي الاميره وهذه يبغوا ماشا عباك شكون هذايا عمو الزبير هو اللي خير كاع هادشي يموت عطيني تشوف كاميرا تاعك صديقي ها هو عمو الزبير هذا هو عمو الزبير اللي دارنا روحوا ديروا بوسه لعمو الزبير هيا ولادي صحتكم الله يحفظكم امين امين على ما العشرة فايلة صحة ايش بزني هاي ديك بلاستي هودا وانا شكون يبوزني يا نور وانا وانا يا نور الهدى انتي الكبيره تطلعي ما تطيحيش تعرفي تطلعي معناتها نور الهدى هنا هكا انتي يا هنا باسكو انتي صغيره وانتي هنا انا الهدى هاي وين حبيتي ترقدي انتي هنا ولا هنا لا لا انتي ترقدي هنا في الازرق في الازرق لا لا عمو نعيم هو اللي يقرر قلت هنا هذه هنا ونور من هيها اي محمد اي محمد اي احمد تاعك اي اي يا بنت باش تشوفي تاخو اي اي باش تشوفي تاخو ندخلوا واه انتوما البنات يا اخي من هي انتوما من هي اي روحوا لها اي امشي لكم ما شاف احمد نشوفوا احنا اي انتوما من هي نشوفوا هذو تاع الدراري جاي مع الدراري انتيا خالتي بوعلام انتيا هي حاجة عويرو هيا راه صحة صحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ادخل ما شاء الله أحمد 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 سبع ما
شابين كاع شابين هادو تاع الولاد تاع الكوره وهاديك تاع فله وتاع اميره وهاديك تاع اسماعيل وبلاصتك حمدي وين فين ندير عبد الرحمن واش تقول لعمو نعيم محمد واش تقول له يقول شكرا سحب التورثنا هيا انا وريها هيا 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 بسم الله 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 وين بلاصتو هذا هذا وين بلاصتو في الوقت الحالي معنا وهي بلاصتو ديالك هيا بغيت تخليها هكا هيا حلي حلي القفص بسم الله هاي بلاستو هاي بلاستو هادي يا بلاستو على بها ما حبيتش نقول لك مقبله يا بلاستو نحيلو تشوف هذيك لاكوات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شوف ما يبارك الله يعطيكم الصحة ما فرحتوا من ربي إن شاء الله يفرحكم الدنيا والآخرة إن شاء الله رجع ربي إن شاء الله يحل لكم ألف باب في الجنة إن شاء الله إن شاء الله صابرين يا مدام هذا هو أنت صبرتي كما قال عبد الهادي مقبل 10 سنوات وأنت معاه في السراء والضراء ومعظمها قاع ضراء وصبرتي وقبلتي وكافحتي رغم كلام الناس اللي يجرح روحهم الكلام اللي تنقال هكذاك صبرتي ما نعرفوش خير من ربي صابرين والله يميل ولا يهمل ما تعرف الخير منين يجيك او شافهم عبد الهادي شحال من واحد جاي يعاونكم بلا ما يعرفكم لا ما يعرف احكي لها عبد الهادي هذا خايف ومتوجو بعيد من قريب مجيجل رأفوا معانا مجيجل متيارت متيارت رأفوا معانا وتراحموا معانا تعبوا ماشي زعقة تعبوا بصح تعب كبير هذولو كانوا يسمعوا الكلام اللي يجرح ميجوش كل ما كانت عندهم قلب لين فيه درة تاع قلب لين عندهم الخير في قلبهم الخير في قلبهم نزل كي الرحمة وتكون رحمة إلى يوم الدين إلى يوم الدين الخير في أمتي في أمتي إلى يوم الدين إلى يوم الدين الواحد برك ما يجهلش ما يجهلش لا الحمد لله قال لي عندنا ربي الحمد لله ربي وآمين والمنعم الله يبارك ربي بقي يستر آمين قدوة للرجال إن شاء الله إن شاء الله نروح نشوفوا حاجة واحدة أخرى هنا هيا عبد الهادي ادخل بسم الله وش هالشباب الحمام شبيه ما يبقاش يجينا البرد
ساي باي باي البرد. قتقول لي خاف نخرج في الليل ساي. الضو فيه. قالت لك تشوفي. دافي. شتي نور ساي. وجاكيتك وين راها؟ جاكيتك. نور. هيا شابة. هاو دوش كلش هذا. هاو الدوش هاو. هاو من البنك. جامي شتو حاجه هكا هي اول مره تجيكم دونك تبقاو تخرجوا نورمال خافوا ما كانش البرد اروح دقيقه اروح عندي دقيقه عندنا الواتر عمو الله يبارك فيك هو اللي شفا اكثر منه يرحمك ويرحم والديك يرحمك ويرحم والديك ان شاء الله تكون خرجوا برا خرجوا برا مهم الله في هذا السؤال تمام بالنيه وماذا بيا ورا هذا بيا عقليه جديده ان شاء الله بنتي دار جديده ان شاء الله والاخ لعين واش نقول لك انت راجل عيله ما غيرك عيله عيله هرم 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 في الجزائر حقيقه هذه خويا نعمل اخوه والله هي حقيقه خليل مدام يدير لك مدام نوصيك خليه لك امان بارك الله بارك الله وانا على بالي واش راني نقول وعلى بالي واش شفت بعيني قد ما يحكي لك راجلك نزيد نكمل انا نخليه لك امان نعم الرجال الوقفه الكبيره نتاعكم اليوم الحمد لله الوقفه الكبيره نتاعكم اليوم الحمد لله ورجال الخفاء نعرفوا هذا الشيء والله غير واحد المجهود جبار وتحدي المكان الزمان نقص الامكانيات بزاف صوالح يعني تحدي كبير هنايا انا عشت هنايا دروك من نهار الاول حتى الليل تحدي كبير قمت به يعلم به الله سبحانه عز وجل اللي ما قدرش يديروه ناس ما قدر يدير هذا ولا درتو انتو تحدي كيقول لك تحدي لا في الزمان ولا في المكان ولا في الظروف الحمد لله تحدي كبير الحمد لله وخاصه دروك نشكر الرجل الحديدي نتاعكم عمي صالح رجل حديدي لا يباع ولا يشترى شوف حبيبي حقيقة هذه لا شكر على واجب بارك الله دوك نخرجوا ونشكرهم الكل نشكرهم الكل نقول لهم كلمة طيبة طيبة إن شاء الله يستاهلوا إن شاء الله يستاهلوا ذكر؟ هيا خلاص الله 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 الله
الله الله عبد الهادي يا منا يا منا اروحوا اروحوا من اولادي اروحوا منا كانت من اجمل لقطات كانت من اجمل ردات الفعل اللي عمري ما شفتها في حياتي كانت من اجمل فرحه اللي شفتها في حياتي عبد الهادي كاين ناس ما تعرفهمش كاين احبابك كاين جيرانك كاين جيرانك تاع بودغن كاين جيرانك تاع القلعه كاين ناس تلمسان كاين ناس جات عبر تعيات عبر وتعبير قليل على الناس اللي دارته اللي طرات معنا لو كان غير كلمه قليله تعبر عليه حاسه اللي خدم دراعه وعيا وتعب وشقى وجاب وشنط بالهموم كون ما فرجتوها على هذا مالك الله يفرجها دنيا واخره وهذه الصدقة المستبقى حتى للدرية تاعكم راكبة هذه الصدقة متوارثة الخطر اللي في قلبه وترأف معهم وترأف معانا وتعب راها بلاصة منزلة في الجنة كبيرة عند الله كبيرة كبيرة لواحد الدرجة ما تصورش وتعيا بينها المثال تاعها وثقيلة ثقيلة ثقيلة بزاف ونشكرو كاع اللي وقف معانا وساهم معانا لو كان يبجو حلو قال كلش قال كلش شكون كبير انت ولا هو انا كبير انت الكبير يسكت صاحبي خلي خوك الكبير يهضر هو عنده في الراجل بسم الله السلام عليكم نشكركم على الحضور هذا ونقول لكم بارك الله فيكم والتاني اللي تعب معنا هنا يسامحنا في عرقه اللي تعب معنا يسامحنا في عرقه ونشكروا اي انسان يا ربي كما قال خويا ولو كان بالكلمه الطيبه شكري الكبير هو الاول خويا امين اكبر شكر اكبر شكر امين كما قال عليا الغبينه وحل الطريق الله يحله باب الف باب في الجنه امين هو أمين. اول راجل في الكون حسيته فري خويا يحس بي من سالاش خير امين مهما كان انسالاش خير امين بالفضل نتاعه خلى الناس المحسنين يجيو لعندي بالفضل نتاعه خلاو الناس المحسنين يشوفوا فيا بالفضل نتاعه خلاك جيت لعندي وحسيت بيا انت وكاع ليكيب نتاعك نشكرهم كاع اللي عاون اللي دعا حتى لو كان حتى اللي حط غير رجله كاع نشكركم وربي ان شاء الله يحفظكم كيما فرحتوني وفرحتوا وليداتي الله يعطيكم ان شاء الله حجه كلمات بسيطه كلمات معبره كلمات قيمه كلمات تداوي كلمات تجرح للاسف كانت هذه هي الحقيقه شاءت الاقدر انه عاود وليت تلمسان لوين المكان اللي خدمنا فيه بودغن هذا الحي العتيق وهذا الحي القديم معمر حب معمر حنان معمر أخوة معمر محبة بين الجيران شاءت الأقدر أنه هذا الإنسان الطيب اللي نخليه لكم أمانة ربي يطول في عمرك انت تاني وربي يطول في عمره هذا الانسان طيب دار فيديو الفيديو لحق البويرة عنده واحد اسمه ابراهيم وانا كنت في المنيعة ابراهيم يبعته لي للمنيعة عيطت لك عقداش على 10 ونص تاع الليل ما يعطينيش قلبي انه نخلي عائلة بهاد دراري في غار كهف تقبة في جبل محال كمواطن جزائري لي غيور على خواته والله ما نخلي جزائري يطيح بفضل الله ثم بفضل أمين هو اللي جابنا هنا وقف معنا أحسن وقوف
أنا أعطيك نصيحة لوجه الله، ما تسمعش الكلام الخايب. نعطيك نصيحة لوجه الله، كاين مليون ناس ما في تلمسان، علاش ربي خيرك أنت باش تكون أخو المساكين؟ عطونا تصفيق عليه. شاءت الأقدار أنه رحنا بنينا في دار في أرض في لحية، وهذا يتسمى اغتصاب الأرض في لحية، وأنا ما نسمحش. حبسنا ووقفنا الأشغال. صراو تأويل أحاديث أخرى. طلبنا درنا نداء وطلبنا من المحسنين أنه يعطونا طلب. والله يا خوتي 17 من تراب عطوهولنا، من مغنية حتى الغزوات، حتى لهنايا، حتى الحدود زناكا، الحدود تاع تلمسان، منا مسيدي بالعباس ومنا منا 17 لوتيران. طاحت عيننا على هاد التيران. روح نبوس خويا. هذا الانسان الطيب تاني اللي فتحنا قلبه، فتحنا بابه، فتحنا يديه، فتحنا دراعتيه، فتحنا جيبه، ربي يخلف عليك بالخير، ربي يعطيك ما تمنى، وربي ان شاء الله يعوض لك ما احسن. ربي يفرح كيما فرحت هاد العائله، كي انت، كي ياسين، كي خوك. امين. ربي يبقى عليكم ستر. شاءت الأقدار وعرفنا ناس، ناس تجي ناس تروح، ناس تجي ناس تروح، شباب تجي شباب تروح، كامل أهمهم الواحد أنه هاد العائلة تسكن قبل شهر رمضان المعظم. رفعوا التحدي، رغم الصعاب، تضاريس المنطقة اللي رانا هنا فيها عقبة شتاء، خيرات خيرات كبيرة. ناس جاوا من كل التراب الوطني. تيارتي تبارك الله عليك، عطونا تصفيق على تيارتي. زيدونا وحده كيما هكذا للججلي، الله يذكره بالخير. جماعه تيسمسيل تاني جاوا، ناس بكري قال لك اللي تسالو خبالك. في 2017 جينا هنا لتلمسان وعاوننا عائلة الغوتية، وكان واحد الإنسان طيب جواد، أرواح جواد، كان هذا الإنسان طيب خو الغوتية، وقف معنا أحسن وقوف التم. سمع بينا باللي جينا من عين الحجر إلى يومنا هذا، ومازال ما راحش من الشونطي، مازال دارهم أكل، دارهم أكل أكل أكل. تبارك الله عليك يا زكي. تبارك الله عليك يا مش زكي، تبارك الله عليك يا جواد، تبارك الله عليك. آمين. ربي يسترك. آمين. مبروك عليك. كل كل شبر من هاد الدار تحكي حكاية، كل شبر من هاد الدار تشهد على كامل الناس اللي جات عاونتنا هنا في القلعة. زاكي اللي وقف معنا أحسن وقف، الله يبقي عليك ستر. الماسون اللي جا من برج واسمه برج حافظ، حافظ الله يبقي عليك ستر. الحاج الله يرضى عليك تاني، سي يوسف بارك الله فيك. جماعة اللي طيبوا شهرين هما يطيبوا، هاجيرة وإيمان ومريم جلال ووليدها جلال تاني، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. وقفتوا احسن وقوف هنا في القلعه، ياكلوا يوميا حاجه سخونه، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. محمود حميطوش ربي يسترك تاني، بارك الله فيكم خوتي. كانت هذه مغامره من مغامرات اللي تليد منا من القلعه، منا من تلمسان، ناس هموشان. انتم اذا راكم عايشين في مثل هذه الازمه، بعثونا ميساج، عنوان فيسبوك تاعنا راهو هنا،
وإن شاء الله ربي يقدرنا ونعاونه أكثر من عائلة. الخير في أمتي إلى يوم الدين. أنتم أصحاب شركات، أصحاب مؤسسات، أصحاب مصانع، أصحاب تجار مواد البناء، عاونونا، هاد الناس محتاجينكم. وما ينقص مال من صدقة. أصحاب المال، الصدقة تدفئ غضب الله. سرا ما كاين حتى مشكل، علنا تكون قدوة حسنة لكامل الجزائريين. مصوين، صباغين، بلاكيست، إلكتريسيان، بلومبيي، مجموعات خيرية، جمعيات خيرية، أينما كنتم شرفوا الولاية تاعكم. وشنو هي حكاية سمانة ولا عشر أيام في الحياة؟ هاد العمل الخيري بيدك راح يشفعك الدنيا وأخرى. كانت هذه مغامرة أو ملحمة أخرى من معهد الشباب تاع تلمسان، محلاها شباب. ما نقدرش نقول لكم شباب، نقول لكم مجاهدين، نقول لكم مثابرين، نقول لكم شجعان، نقول لكم أبطال. يا ناس تلمسان تشكرون وفي الجنة تحشرون إن شاء الله. محلاها مغامرة منا من تلمسان. نتلاقاو المرة الجاية في منطقة أخرى، في ولاية أخرى من هذا الوطن الحبيب اللي ما عندناش غيره. إلى ذلكم الحين تهلاو في روحتكم يا جماعة، ومازال خير في بلادنا، ومازال خير في ولادنا.